25 درجة ما يعادل 13 مئوية. كأني مش عايش بأمريكا، يعني كأني عايش بولاية عربية. السلام عليكم. طبعا احنا وين؟ حاليا متواجدين في ديربون ميشيغان. فلوس وده تنتظرين التاكس ريفاند. انا اول مره بشوف في امريكا اذاعه عربيه، يعني غير متوقعه في هاي الولايه صراحه. بتعرف بفيدوا العرب كثير فيها، مرات بيعملوا فيها، بيجيبوا محاميين، بيجيبوا محاسبين، بيصيروا يعطوا معلومات حلوه للموجودين المقيمين هون في ميشيغان. وهاي الراديو بس مش بس في ميشيغان، موجوده في ميشيغان ووينزر كندا. مرهم مكتوب، شفنا الساين مكتوب كندا، شو القصة؟ شوف هذا الجسر الامباسادور بريدج بيفصل بين مدينة وينزر الكندية وبين مدينة ديترويت الامريكية. اللي بنى هذا الجسر هو رجل اعمال من اصول لبنانية. Well, Maroon is still the 10th richest man from Lebanese descendants in the world, and his biggest investment is his ownership of Detroit's Ambassador Bridge. الجسر هذا بيستوعب تقريبا دخله فوق 100,000 ترك يوميا. هو احدى بوابات تجارة امريكا اللي بين كندا وامريكا، يعني يوميا اذا بتشوف في تركات بتروح هناك وبترجع كبير. طبعا تخيلوا هذا اللبناني لو انه بطل بده يضل الجسر هون، بقول له انا خلاص بديش امرق الناس. هاي وين رايحين؟ هون الداونتاون كثير هادية مقارنة في داونتاون شيكاغو. هاي أقرب نقطة من ديترويت في ميشيغان على كندا. هذا الجسر اللي بروح من ديترويت لكندا، وهاي هي كندا. شايفين في الصورة هناك في علم كندي. هون بيقدر الواحد يتحوج يعني من مكسرات وشوكولاتات وشغلات كثير مميزة. فشوف المحلات العربية هون دايما إلها جو خاص ولطيف. احنا من زمان أبنا عن جد هاي المصلحة مصلحتنا. عنا بسوريا في منطقة بريف دمشقية اسمها دوما، وعنا بمصر وفي بسوريا لحد الآن والهون وبالأردن كمان. لبس المولد بيسموه هذا، يعني كيف يعني يوم المولد النبوي بوجهه؟ هذا اشتهر بيوم المولد النبوي، والعالم صارت توزع منه كل أيام. هو لوز عليه قشرة سكر خفيفة طرية. تفضل هون بكل النكهات، عندك كاجو، عندك فستق، كاتشب وجبنة، السمن العربي، سمن غنم. شوفوا هذا سمن الغنم يا اخوان، قسم بالله ريحته خرافية. يعني اللي بده سمن غنم وسمن بقري، عندهم انواع سمن كثير مميزة. حلاوة طحينية محشية مثل بقلاوة وشوكولاتة. تفضل دوق جرب. شوفوا كيف اختراعات شامية. هاي البقلاوة الحموية شغل حما سورية. احنا اليوم في السيتي تبع ديربورن. هاي السيتي كثير مميزة لانه موجود فيها من اشهر المحلات القهوة اليمنية. 2016 نقلت على ميشيغان على ديربون، واللي صراحة يعني تعلق ديربون، حبيت ديربون يعني جدا بحكم الميكس العربي وتواجد العرب، وكانت يعني البيئة المناسبة ان انا ابدا البزنس تبعي، ان ابدا البزنس تبعي في ديربون. بدأنا المحل عام 2017 كبداية. هذا كل واحد بيقول لك يعني في مليون كافي شوب، من مليون يعني مش حتشتغل، مش حتنجح، يعني بعمل لك شيء على صغير علشان ما تخسر فلوسك. الحمد لله يعني، وفتحت المحل، والحمد لله من اول ما فتحت كان الاقبال جدا جدا مميز الحمد لله، بفضل الجاليه وبفضل يعني الكوميونتي هنا في ديربون. يعني خلال 3 أشهر كان المحل مش يعني مزدحم، صيت ومقابلات في القنوات، كل القنوات سواء العربيه ولا الامريكيه ولا حتى من اوروبا، فيها قنوات اجت وعملت معي انترفيو. بعدين تطورنا، كبرنا شوية، فتحنا المحل الثاني في نيويورك، كان second location was in New York City في بروكلين. وبعدين الحمد لله فتحنا المحل هذا اللي في ميشيغان أفينيو، وطبعا قبل شهر فتحنا محل شيكاغو.
هذا في شارع فورد رود كامل بيمتد، كلها هاي مناطق عربية وكلها جاليات عربية. بدك تيجي تحسبها النسبة وتناسب الجالية اللبنانية، هي أكبر جالية موجودة في مشيغان. مناطق العرب هون آمنة 100% آمنة. رئيس الشرطة ومدير الاف بي اي كمان لبناني. انت للحظة بتحس حالك في مدينة عربية، ما بتحس حالك في مدينة أمريكية. هاي شركة فورد اللي هون موجودة معلم، هي الشركة الرئيسية الكوارتر الموجودة في مشيغان، اللي بتصدر لكل العالم سيارات فورد. شوفوا كل هاي سيارات فورد اللي بيصنعوها الشركة فورد، بالإضافة لأنها بتنزل على السوق الأمريكي، فبتنزل في زي هيك في مصفات من هون لتباع كمية السيارات اللي بتم تصنيعها. من أول ما تدخل ميشيغان ما في ولا كاميرا داخل كل ميشيغان، صح؟ صحيح 100%. يعني أنت أصلاً إذا أنا مثلاً لما أسافر على شيكاغو، أول ما أطلع من ميشيغان خلص الكاميرات بتبلش، أو أوهايو أول ما تطلع من ميشيغان بتبلش الكاميرات. بس فعلياً إذا أنت دخلت حدود ميشيغان من الساوث للويست، من النورث لوين ما بدك، ما فيش ولا كاميرا. على ما أعتقد المسلز كار هي انصنعت عشان إنك أنت تسرق، فواحدة من الشغلات اللي ما حطوا الكاميرات عشان هاي الشغلات. تعشت موستنج وضلك ادعس معلم، ما راح ولا شرطي يوقفك، فيش ولا كاميرا تاخذ مخالفة. وإذا وقفك قل له هاي السيارة لهنري فورد. أسواق المدينة هاي أسواق عربية موجودة في مناطق العرب في ميشيغان. اللوز والكرز الأخضر هاي من الشغلات النادرة تقريبا، وموجود ورق العنب. صاروا يجيبوا الشغلات اللي فيها مواسم ويحطوها في أسواق عربية موجودة زي ما انتم شايفين هون. صراحة محل كثير كبير وموجود فيه كثير شغلات عربية، وخاصة انه البوفيه والمخبز ومكان الحلويات كله عربي. كأني مش عايش بأمريكا، يعني كأني عايش بولاية عربية. شو بدك تستحلي عينك في لما موجود الأكل كله، بس هون بأمريكا يعني وقت فت لهون أنا تفاجأت صحيح من شهرين. آه والله آه، حسيت حالي إنه نفس المحامص بلبنان. حلو، كل شيء موجود، كل البهارات موجودة. يعني قالوا لنا نحن جيبوا معكم بهارات من لبنان، فجيت لقيت عندي بهارات. يعني جبت معك بهارات ولقيت هون البهارات نفسها.